السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة الاطفال نقدم لكم قصة الملك والصقر للاطفال. حبيبي الحلوين، يا رب داير مبسوطين وبابا معاه نورين، ورجعنا النهاردة بحدوتة جميلة مسلة ومفيدة. الحدوتة عنوانها قصة الملك والصقر. يحكى أنه كان قصة تحكي عن الملك والصقر. فوق الجبال المرتفعة أصبح للصقر الكبير ثلاثة فراخ، كان هو والأم يقومان بإطعامهم والاهتمام بهم حتى يكبروا ويصبح لهم ريش مناسب للطيران. الفراخ الثلاث كبرت وقد اختلف شكل كل واحد عن الآخر، وكان أحدهم أرقة اللون يتخلى ريشه البني بقعا بيضاء، وكان إخوته يستهزئون به ويقولون له أنت لست جميلا لأنك أرقط اللون، مما جعله دائما حزينا، ولكنه كان ذو قلب طيب. ذات يوم بينما كانت الفراخ الثلاث يطيرون مع والدهم في الطرف الآخر من الجبال، ارتطم الفرخ الأرقط بغصن شجرة ووقع على الأرض ولم يستطع الطيران واللحاق بوالديه وإخوته، وبقي على الأرض عدة أيام من شدة الألم، وكان يصطاد طعامه بصعوبة. وعندما استعاد قوته قرر أن يبحث عن مكان آخر حيث لا يستهزئ به أحد. في اليوم التالي طار عاليا يبحث عن أحد يهتم به، فوجد قصرا كبيرا وقال في نفسه هذا لا يشبه بيتي، لكن فوقه سماء كبيرة وحوله رمال تشبه الجبال. حلق فوق تلك الكثبان الرملية ظنا بأنها جبال قليلة الارتفاع، فرأى هناك رجلا يضع تاجا فوق رأسه وقال أظنه ملك وسيحسن الاهتمام بي. اقترب الصقر من الملك دون خوف، فأعجب الملك بشجاعته وقرر أن يأخذه معه في رحلات الصيد. درب الملك الصقر على الصيد كثيرا وكان متفقين جيدا، فقد كان الملك يطلق الصقر عليهم في السماء ويطلب منه أن يحضن مصطاده، وكان يطعمه جيدا ويسكنه في مكان فسيح ضمن قلعته الكبيرة. في إحدى الرحلات جلس الملك يستظل تحت شجرة كبيرة وهو يفكر بصوت عال يتكلم قائلا هذا الصقر شجاع جدا ولونه الغريب جعلني أحبه أكثر، لكن لا ينبغي للصقر أن يعيش في القلعة ويجب أن يطير في السماء حرا. وبينما كان الملك يفكر في الصقر رأى الصقر مندفعا نحوه بسرعة كبيرة مما أدى إلى خوف الملك وقال ما أصابك، وفجأة وجده ينقض على أفعى كبيرة الحجم كانت ستقتل الملك. تفاجأ الملك وشعر بالأسف لما قاله وقرر إطلاق الصقر ليعيش في الجبال حيث موطنه الأصلي. انطلق الصقر مسرعا وقد تعلم أشياء كثيرة، وحزن الملك أيضا لفراق الصقر، ولكنه كان متيقنا بأن هناك من ينتظره في الجبال.